هي وحشة قوي كده؟ لا خالص خالص؟ كدابة؟ خالص. أنا كنت هقولك ما تجيبي شوية توريك من بيتوك أجربهم قبل ما ننزل. سمعاك يا سليم، ومفيش نزول من البيت النهاردة. أنت مش لسه كنت في الشارع من يومين؟ هي صورة هي يعني جلسة العلاج دي هتحسبوها عليا خروجة؟ أنا مش هقدر أقضي كل الوقت ده في البيت. أكتر ما كده أنا كنت هقول لكم هقطع شعري بس خلاص راح. طب أنا على فكرة في شوية نبته، ممكن تتسلى فيهم كده وتقطعهم لو عايز. أمين أنا بتكلم بجد، ما تيجي ننزل نلف بالعربية. لا يا حبيبي، أنا كبرت على اللفلفة في العربيات يا سليم. بعدين الصراحة هنية عندها حق، أنت المفروض تريح النهاردة، إحنا بنبقى ننزل بكرة بعده. بكرة؟ آه. شفت؟ أهو تسمع كلامها هي المرة دي. هنية ما تقعدي جنبنا. لا لا لا، أنا لسه فطرانة لسه. تقعدي جنبنا. لا لا لا. بقول لك إيه؟ ما تيجي نروح أوضتي. ما تيجي ندخل أوضتي. بقول لك إيه يا أمينة؟ جو الثانوي ده مش هيطول معايا. قصدك إيه؟ قصدي 4 أو 5 شهور كفاية تجهيزي للفرح. أنت بتتكلم جد؟ أنا لو ما كنتش بعمل جلسات علاج كنت أقول لك نتجوز بكرة. بكرة مستحيل مستحيل. آخر الشهر ممكن. بص بقى، البيت كامل من كافة ما جميعه، من الإبرة للصاروخ، ولو عايزين نغير لك فيه حاجة هنهدلك الحيطان من أول وجديد. يعني يا دي النيلة، يعني يا دي النيلة، ما تسيبيني أحب البنت. أول حاجة نعملها لما نتجوز نغير الكروت. موافقة موافقة؟ موافقة جدا. ماشي.